البحث من اهم المهارات اللي الانسان بيستخدمها في حياته العمليه، وعشان تكون باحث كويس في جوجل لازم ما تهملش الادوات او السيرش تولز اللي بتقدمها لك. انا هتكلم على اداه مهمه جدا انا بحب اسميها اله الزمن. الاله دي عشان نوصلها هتدوس على سيرش تولز وهتكون واخده قيمه افتراضيه اني تايم. لو ضغطت عليها زي ما انت شايف هتشوف مجموعه من الفترات الزمنيه زي اخر يوم او اخر اسبوع اخر شهر او اخر سنه. طيب ايه اللي هيحصل لو انت ضغطت على فتره من الفترات دي؟ اللي هيحصل كانك بتقول لجوجل بالظبط انا عاوز النتائج اللي اتنشرت في الفتره الزمنيه دي، او النتائج عن البحث اللي اتنشرت في الفتره الزمنيه دي. فكمثال انت بتعمل بحث له علاقه بمجالك وعاوز تقول لجوجل هاتيلي النتائج اللي اتنشرت في اخر اسبوع بس، فانت تختار باست ويك، ده مش هيجيب لك اي نتائج قبل الاسبوع ده. طيب خلينا نتكلم عن كاس العالم 2022. لو كتبت كاس العالم 2022 طبعا زي ما انت عارف قطر هي اللي بتستضيف كاس العالم ده. طيب لو انت عاوز تعرف من كام سنه مثلا من 2008 ل 2009 الناس كانت ازاي شايفه الموضوع ده، او ايه مجموعه الاخبار اللي اتقالت عن كاس العالم وايه رؤيتهم للدوله اللي هتستضيف كاس العالم ده، فانت هتختار كاستوم رينج وتختار فليكن 1/10/2008 1/10/2009 تضغط جو. اللي هيحصل ان هيظهر لك كل النتائج اللي اتنشرت ما بين شهر 10/2008 لغايه شهر 10/2009. لو انت من الناس اللي بتهتم انها تعرف معلومات عن مناطق اثريه او مناطق مهمه حوالين العالم فاكيد بتستخدم محركات البحث انك تعرف معلومات عنها، ولكن انت لما بتختار مكان معين مثلا وتقعد تقرا عنه معلومات اكيد بتوصل لمرحله انك بتتحمس للمكان ده وتبقى عاوز تزوره فعليا. يعني لو اخذنا الاهرامات كمثال فانت هتدخل وتقرا كميه معلومات كبيره عنها، بس خلاص دلوقتي انت وصلت لمرحله انك عاوز تروح تشوف فعلا الاهرامات دي، عاوز تروح تزور المكان ده، ولكن هيقابلك مشكله بسيطه هي انك مثلا من بره مصر فانت ولا عندك الوقت ولا عندك الجهد الكافي انك تحجز تذاكر طيران وتيجي تزور المكان ده بنفسك. طيب يا ترى ايه الحل في المشكله دي؟ الحقيقه ان جوجل عملت خدمه جديده في الخرائط بتاعتها اسمها جوجل ستريت فيو. الخدمه دي انت من خلالها تقدر تزور اهم ومعظم الاماكن الاثريه والاماكن المشهوره في العالم. طيب خلونا نجرب ازاي نقدر نروح نزور الاهرامات مثلا. لو انت فتحت خريطه جوجل وكتبت الاهرامات هيظهر لك الخريطه دي. طيب الخريطه دي مش اللي احنا عاوزينها، مش ده الشيء اللي احنا عاوزينه لغايه دلوقتي، احنا عاوزين نروح فعلا ونشوف المكان ده عامل ازاي. لو انت ضغطت على الرجل الاصفر ده هيظهر لك مجموعه مسارات باللون الازرق او باللون اللبني. مجموعه المسارات ديت في الحقيقه هي الاماكن اللي انت تقدر تروح فيها فعليا وتقدر تشوف المكان هناك عامل ازاي. فلو اخذت الرجل الاصفر ده ونزلته على اي نقطه ده اللي هيحصل. انت دلوقتي في مكان انت اخترته على الخريطه، تقدر تبص بدرجه او ب 360 درجه في جميع الاتجاهات، تقدر كمان تتحرك في اي مكان يظهر عليه السهم. هتكلم النهارده عن خدمه جديده من خدمات جوجل هي جوجل ترندز. جوجل ترندز هي خدمه بتوفر لك ان انت تقدر تشوف احصائيه على الحاجات اللي الناس بتعمل عليها سيرش خلال سنه كامله في دوله معينه. طب ازاي؟ الحقيقه ان انت لما بتعمل سيرش على حاجه في جوجل سيرش هو بيبدا يشوف الكلمه اللي انت بتعمل سيرش عليها ويقارنها بكل الكلمات اللي داخلاله في الزمن ده في نفس الوقت. فمثال مثلا لو انت بتعمل سيرش عن كلمه زي صداع مثلا فهو بيبدا يسيرش عن كل الكلمات اللي داخلاله في الوقت ده ويبدا يعمل لها نسبه مئويه. طيب جوجل ترندز هي خدمه زي ما قلت بتقدر تشوف احصائيه بس مش خلال سنه كامله بس، انت تقدر تشوف خلال يوم كامل يوم بيوم، تقدر تشوف الناس عملت سيرش على ايه خلال اليوم ده، ايه اكتر حاجه الناس بتعمل عليها سيرش. جوجل ترندز بيقسم لك الحاجات اللي الناس بتعمل عليها سيرش لمجموعه من الكاتيجوريز زي الشخصيات، الاحداث، الاغاني، العروض التلفزيونيه، الافلام، معظم الحاجات اللي بتعمل عليها سيرش. الحقيقه ان انا كنت شايف جوجل ترندز ده خدمه جميله وميزه جميله جدا من جوجل، الا اني دخلت على دوله زي مصر ودخلت شفت معظم الشخصيات اللي الناس بتعمل عليها سيرش. كان اول شخصيه خلال سنه 2014 هي سوفينوز. هتكلم عن حاجه وهي السيف سيرش. السيف سيرش هي ميزه من جوجل سيرش بتقدر تخليك تعمل فلتر للصور والفيديوهات بحيث ان اي بحث غير لائق ما يظهرش عندك في السيرش. في خلال حياتك العاديه بتستخدم محركات البحث زي جوجل في انك توصل لمجموعه مواقع ممكن تكون مفيده جدا بالنسبه لك. يعني مثلا انت ممكن تستخدم جوجل في انك تكتب حاجه معينه فتظهر لك كل المواقع اللي بتقدم لك الحاجه ديت او اللي بتتكلم عن الحاجه دي.
بس السؤال دلوقتي، يا ترى جوجل فعلا تقدر توصلك لكل المواقع اللي على الويب؟ يعني انت فعلا كشخص عادي عندك الامكانيه انك توصل لاي موقع موجود على الويب؟ الاجابه هي لا، لان في حاجه اسمها الديب ويب، والديب ويب هو عباره عن مجموعه مواقع ما بتتمش ارشفتها او فهرستها في جوجل. يعني ببساطه لو دخلت على محرك البحث وكتبت اي حاجه، مستحيل اي موقع من اللي في الديب ويب يظهر لك. طيب ايه هي اصلا مواقع الديب ويب؟ مواقع الديب ويب اغلبيتها مواقع غير شرعيه، فممكن تلاقي فيها مواقع تجاره سلاح، ممكن تلاقي فيها مواقع تجاره مخدرات، ممكن حتى تلاقي ناس بتقدم خدمات قتل مثلا، او ايا يكن اي حاجه مش شرعيه تيجي في بالك فتاكد انها موجوده في الديب ويب. طيب لو انت جالك الفضول انك تدخل في العالم ده وتستكشفه، لازم تعرف حاجتين. الحاجه الاولى انك عشان تدخل العالم ده محتاج مجموعه ادوات خاصه، لانك ما تقدرش تدخل بالبراوزر او المتصفح العادي بتاعك، فمحتاج ادوات مثلا زي براوزر تور. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك، بما ان العالم ده عالم سر جدا، فهو بيئه خاصه اصلا للاجرام او للمجرمين، فلازم تكون متاكد كويس جدا انك محمي قبل ما تدخل.